لا شك أن الجذور التاريخية التي قامت عليها الدولة السعودية تستند إلى مقومات عدة وأيضا مقومات مهمة ربما في المرسوم الملكي الصادر أيضا في يوم التأسيس جعلوا أيضا هناك عنصر الحقيقة قوي ومهم في الجذر التاريخي للدولة السعودية الأولى خصوصا لأن هذا الأمر أشير إلى أنه في المرسوم الملكي أن الأصل في هذه الدولة وأيضا أنها قامت على إرساء الوحدة والأمن أيضا في الجزيرة العربية بعد عصور من الشتات وأيضا التفرقة فكان الحقيقة هناك المقوم الأول الجذر الأول التي سعت له أيضا الدولة السعودية في قيامها في عام 1727 الموافق في عام 1139 كان هذا العام الحقيقة هو المهم وأيضا هو المسيطر في فكر الامام ايضا محمد بن سعود في قيام الدوله السعوديه الاولى وبالتالي هذا اللي تحقق الحقيقه فيما بعد لانه قامت الدوله ايضا المملكه العربيه السعوديه على يد الامام محمد بن سعود ثم استمرت ايضا على عهد الامام عبد العزيز محمد بن سعود وكذلك الاتساع الكبير لشمل هذه المنطقة في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود فأصبحت هذه البلاد الحقيقة مترامية الأطراف منذ من شمال الجزيرة العربية إلى من جنوب حوران إلى أيضا جنوب الحدي إلى شمال الحديدة ومن البحر إلى البحر فأصبح هناك الحقيقة التوسع كبير أيضا للدولة السعودية في هذه الفترة وأصبح جذورها الحقيقة راسخة ومن أهم الحقيقة الأمور التي سادت في الدولة السعودية ايضا هناك عدد من الميزات التي تممت هذه المرحله العلميه او هذه المرحله ايضا التاسيسيه لهذه الدوله منها ايضا المراحل الاجتماعيه التي صارت فيها وايضا المراحل الاقتصاديه وايضا التعليميه وايضا العسكريه فبالتالي تكاملت الحقيقه هذه العناصر وثبتت جذور اركان الدوله في هذا الاتساع الضخم التي تقوده ايضا الدرعيه في فتره الفتره الدوله السعوديه الاولى بالتالي هناك عدد من الجذور التاريخيه الحقيقه لهذه الدوله التي استندت عليها في عدد من النواحي المتفرقه من الناحيه كما ذكرنا الاجتماعيه، ومن الناحيه ايضا الاقتصاديه، ومن الناحيه العلميه، ومن الناحيه ايضا الاجتماعيه. الجذور ايضا التاريخيه التي قامت عليها هذه البلاد ايضا تجذرت في ايضا الوحده. فيما بين ايضا المدن وبين ايضا القبائل وهذه المتراميه الاطراف فاصبح بالتالي الذي يعيش في هذه المنطقه اصبح يعني في فتره من الفترات بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في الدوله الاسلاميه الخالده والراشده اصبحت الجزيره العربيه متفككه الاوصال الا انها جمعت ايضا في الدوله السعوديه الاولى وبالتالي ظهرت اطر ايضا اجتماعيه وايضا علميه كما ذكرنا وبالتالي اصبحت هناك وحده ومقومات ايضا اجتماعيه لها وبالتالي كان ايضا الانسان الذي يعيش في وسط الجزيره العربيه او في هذه المنطقه منطقه نجد مثلا أيضا له مشاركات وأيضا تواصل اجتماعي مثلا مع الذي في الجهة الغربية أو الجهة الشرقية فتممت الحقيقة الوحدة الاجتماعية ونراها مندمجة اليوم بصورة مثلى الحقيقة في عهد حتى عهد الملك عبد العزيز مرت هذه الدولة وتكللت ولله الحمد بالنجاح ولهذا أصبح التداخل الأسري وأيضا النسبي وأيضا الصلات الاجتماعية وأيضا هذا مقوم من مقومات أيضا هذه الجذور الدولة فأصبحت أيضا هناك عملية الترابط وأصبح الإنسان إذا انطلق من مثلا وسط الجزيرة العربيه او الرياض فاخواله ايضا من هناك من جهه الجنوب في المملكه، وايضا هناك من من شرق الجزيره اخواله من ها من ها الجهه الشماليه، وهكذا تعاضدت وتكاملت ايضا المصاهرات الاجتماعيه واصبح هذا المقوم مهم في تعاضد المجتمع ولله الحمد واسس بالتالي نموذج الحقيقه مهم لان التكامل التكامل الامني وايضا العلمي وايضا الذي نشا الجميع في إطاره تحت هذه الدوله في هذا الاطار الضخم الوحده والأمن التي عاشتها عبر مسيرتها التاريخية الحقيقة الحديث طويل حول هذه الجذور التاريخية وربما نتحول أو نتكلم عن جذور مختلفة لكن سيأخذ منها وقت طويل لكن الجذر العام الذي نقوله أنه تحققت لهذه الدولة ولله الحمد ناحية العدل وأيضا ناحية الأمن لا نقول الدين لأن الدين أيضا موجود في هذه البلاد منذ أيضا الفترة الإسلامية ومنذ أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كانت المفقود في هذه المناطق دائما في الجزيرة العربية هذا العامل الحقيقة المهم الذي يجب يجب ان ينتبه له الناس وايضا يتوجه اليه الانظار العامل الامني والعامل ايضا هذا المهم الحقيقه الوحدوي الذي اتى بعد زمن طويل وجمعت هذه البلاد تحت لحمه واحده ونراها اليوم ولله الحمد مثمره ومزدهره وايضا تنظر للامام. ولا شك ان الاحتفال بها الحقيقه تقام مناسبات متعدده ايضا، مناسبات كما ذكرنا في السنه تقام اكثر من ثلاث مناسبات يعني كما ذكرنا مهمه جدا، ايضا لتعزيز هذا الروح الانتماء ايضا في جميع انحاء المملكه، وبالتالي حتى الاطفال شاركوا ايضا في 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 في, في المشاركه فيه وايضا تاخذ الصبغه الذهنيه لهذا الجيل الجديد، فايضا في هذا التذكير الحقيقه المهم في جميع ارجاء المملكه، اما من ناحيه ايضا معلومات تاريخيه، واما ايضا معلومات مجتمعيه، وايضا من ناحيه الازياء وايضا الالبسه، فكل الحقيقه تتكامل لاخراج هذه الصوره المهمه في تاريخ بلادنا. هناك الحقيقه المناسبات مهمه في في اي مجتمع. من أهم المناسبات أيضا التي أتت في هذه البلاد كما نعلم هناك مناسبات دينية تكون أيضا في في فترات زمنية أيضا كان عيد الأضحى أو عيد الفطر أيضا هذه أعياد المسلمين بصفة عامة لكن بدات هناك مناسبات وطنيه ايضا نظر لها الملك عبد العزيز حتى في في الفتره في فتره توحيد ايضا المملكه وفي اختيار ايضا 23 من سبتمبر من كل عام من عام من عام 1932 فبدأت أيضا هذا اليوم الوطني أو أيضا هذا اليوم المعرفي الحقيقة في تذكير هذا الجيل الجديد التي في عهد الملك عبد العزيز لأيضا قضية التلاحم الوطني العام الذي شمل هذه الأركان وأيضا مما كان أيضا هناك الحقيقة عدد من الظروف وأيضا عدد من أيضا المراحل التوحيدية التي صار بها الملك عبد العزيز إلى أن تكللت ولله الحمد بهذا التاريخ